هذا وبين سعادة النائب عبد الرزاق حطاب عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مداخلة هاتفية بنشرة سابقة أن اللجنة انتهت من دراسة ما نسبته 88% من مجموع الموضوعات المحالة إليها خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس. اللجنة تسلمت 144 موضوع، أنهت 110 موضوع منها تتعلق بمرسوم بقانون وتسع مشاريع بقانون وخمس قرارات من مجلس الشورى وأيضا 25 اقتراح بقانون و104 اقتراح برغبة. ما يعني أن اللجنة انتهت من دراسة 88% من الموضوعات المحالة إليها. فيما يتعلق بالموضوعات التي درستها لجنة المرافق العامة والبيئة، فقد درست بشكل مستفيض خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني، ولا شك يعني بعد توسعة مطار البحرين الدولي والتوجه إلى استقطاب استثمارات ومشاريع أكبر، فكان لزام يعني إلى وجود تشريعات جديدة تعزز هذا الجانب من الاستثمار. وأيضا رفعت اللجنة تقريرها بشأن المرسوم بقانون بشأن قواعد التسليم والسلام والمراقبة الخاصة للسفن الصغيرة، وكذلك مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي.